مش على القرآن العظيم ومفيش على قلوبنا ولا صدورنا، إنا أحسننا ودنا أفهمنا، ذهب همومنا وغمومنا، سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم البسنا بالحلل وأسكننا بالضر ودفع به عنا النقم وأفرغ علينا به النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. أجل عنا مما استهوته الشياطين فزولته بالدنيا عن الدين وأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم إن هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دوائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه. فويل للذين كفروا من
مشهد يوم عظيم، أسمع به وأبصر يوم يأتون لكن الظالمون يوم في ضلال مبين، وإنهم يوم العصر قريب أمرهم في نفسك لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حديث القليل. أشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم. أقول لي يا